نهار عندنا العيد، حنا فرحانين بزاف. ديما مغرب كي الكبار كي الصغار، حنا اليوم غادي نبلبلوها. اليوم النشاط، اليوم العيد، اليوم فرحه كبيره. وديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب. فرحانين بالاهداف هذه ديال المغاربه، والحمد لله والحمد لله خونا صابر وفرقه كامله. تحيه لهم كامل، تحيه للجمهور كامل، وتحيه للاعبين كاملين اللي جاونا ان شاء الله كاس العالم. ان شاء الله يا ربي يا ربي كنتمناو يتعلم فوق الفوق الفوق. الحمد لله احنا فرحانين بهذا الفوز المغربي، وشرفونا واحد شرفوا كبير، وربحنا بجوج صفر، وهذا الشيء كبير اننا غادي نربحوا كندا ان شاء الله، وغادي ان شاء الله ناخذوا شي حاجه شي مرتبه كبيره في هذا كاس العالم ان شاء الله. وعاش المغرب، وعاش المغرب، وعاش المغرب، وعاش المغرب، دائما المغرب ان شاء الله. فرحانة الفرق الوطني اللي انتج هاد الفرحة لجميع المغاربة، وتنشكر حتى السي الكراكي والعش وكل ما معاه في الطقم، تنشكرو وتنشكرو اللعابة كثير اللي فرحوا المغاربة. وتنتمنى ان شاء الله، ان شاء الله تنتمنى مع المسار الكروي، ونتمنى الخير لكل واحد، لكل واحد. وش نقول لكم؟ عاش المغرب. ان شاء الله المغرب يربحوا في المباراه الثانيه وياخذوا الكاس العالم. ان شاء الله عاش الملك. ديما مغرب. السلام عليكم. ان شاء الله يقدر يتمكن المغرب من اخذ كاس العالم. شكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.